وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أعلنت الدكتورة جليلة السيد رئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تدشين حزمة الخدمات الصحية لكبار المواطنين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. اليوم العالمي لكبار السن أو اليوم الدولي للمسنين يصادف الأول من شهر أكتوبر في كل عام، وقد جاء ذلك من خلال إقامة اتفاقيات والتصويت في عام 1990 في الأمم المتحدة على إقامة مثل هذا اليوم لزيادة الوعي المتعلق بالتحديات اللي يواجهها كبار السن واللي تتعلق ببعض الأمراض اللي تتعلق بالعمر أو الإساءة لهم، كما يعد تكريما لكبار السن لما يقدمونه من إسهامات عدة في المجتمعات من أعمال تطوعية ونقل الخبرات والمعارف للأجيال الأخرى. فقد جاء الاحتفال بهذا اليوم الدولي للمسن تعبيرا عن هذه الأمور.